تم صباحة أمس على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف بولاية المسيلة افتتاح مدرسة التكوين وتحسين المستوى، وهذا تحت إشراف مدير الغرفة وبحضور ممثلي مختلف المؤسسات للدعم. المزيد في مراسلة سعد العجال. اليوم راه تمت بالمناسبة دعوة العديد من الهياكل والمؤسسات، لا سيما مؤسسة الدعم اللي رانا نتعامل معها كثيرا، لافتتاح هذه المدرسة. وتم هذا الافتتاح إن شاء الله من خلال إبرام اتفاقية بحضور الهيكل المنتخب، ونتوقع إن شاء الله أن هذه المدرسة تقدم إضافة من حيث إنشاء مناصب الشغل، من حيث نقل المهارات، من حيث تعليم الحرف والمشاركة والمساهمة في الحركية الاقتصادية للجزائر. كما تم بالمناسبة إبرام اتفاقية مع بعض المؤسسات الخاصة. مؤسسة هضالة إنتاج صناعي بصري، اليوم أبرمنا اتفاقية مع غرفة الصناعة التقليدية والحرفية لولاية المسيلة في إطار تكوين الشباب في مجال التصوير والفوتوغرافي، ونشكر السلطات على هذه الاتفاقية التي بمقتضاها يستطيع الشباب بعد الحصول على التكوين والدبلوم أن يفتحوا افتتاح مشروعهم الخاص. مفتوح أي لغة في تعرفه ولا مرحبا بك. في حين تم تخصيص جناح لبيع التوابل بمناسبة شهر رمضان الكريم. ونصف فيها وندي نرحيها قبل بديت بالما طحنا، ودوكا لا 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 كونتيتي كبيرة ندي بزوج سكايب وكذا أي حاجة. نخدم البرد الروب هذا، نخدم البرجة هذا الحقوق الطعام. أنا مختصة في طحن التوابل بطريقة تقليدية وبسيطة خالية من جميع الزوائد، يعني نخدمو في الدار بالمهراس ونقيه، وكما الفريك ثاني كما هكذا نقيه ونقيه ونحطه، وكان عندي إقبال بزاف من جميع الناس كل شيء من عندي. وش هي الرسالة توجهها في خلال رمضان هذا؟ نوجه رسالة لجميع الناس اللي مازال ما شراوش حوايج رمضان يتوجهوا للغرفة الصناعية ويشروا من عندنا. وأهلا وسهلا.